يقوم الاتحاد الجزائر المتقدم في النتيجة. سنشاهد ها هو جديات وتدخل من غازي. بن موسى صاحب القدم اليسرى احترام المسافة القانونية من الجدار الدفاعي للمولودية. جميلي يطلب تصحيح الجدار. تغطية القائم الأيسر لمرماه. الكرة الثابتة الأخرى من بن موسى مختار صاحب اليسرى القاتلة القوية. بن موسى جديدية بقليل مرت هذه الكرة على مرمى الحارس جميلي. ضربها القائم الثاني ويمكن لاعب جاهز كان في الانتظار. في الانتظار جمال. نعم وسيلة. ثلاث دقائق وقت البدل الضائع. شكرا. قبل او الان صافرة الحكم نسيب تحتسب خطا للمولودية. قاسم لبوغاش. الان انتهى الوقت الرسمي للعب الوقت البدل الضائع من الشوط الاول. واحد مقابل لا شيء للاتحاد امام الجار والغريم الدائم المولودية. بوغاش امام مدافعين. يتفوق بوغاش. يحاول بوغاش يرجع لخلف. بوغاش يضيع كره لجديات. جديات يحاول لكن بالعيد. يتفوق جليل كره بالخطا ويستفيد من مخالفه. كانت هناك عرقله وتدخل من الخلف. عاقت تمرير الكره العرضيه لجليد. كرة أخرى لحشود تقريبا من نفس المكان الذي سدد الكرة الأولى والتي ضاعت وانتهت بلا جدوى. المحاولة الثانية من حشود. الكرة الثابتة من مسافة بعيدة على مرمى الحارس ماموش. أربعة لاعبين لتشكيل الجدار الدفاعي. تصحيح الجدار بين المدافعين والحارس. ثبت الجدار زيماموش. هل تخترق هذه الكرة الدفاع والجدار الدفاعي وتصل إلى زيماموش ومرماه من حشود عبد الرحمن. عودنا على ذلك في الكثير من المرات. التركيز مطلوب. حشود يسدد بعيدة فوق مرمى الحارس زيماموش. هذه الثانية